مواقف إنسانية هترجع ثقتك في البشرية. أول موقف معانا يخص الراجل ده واللي وقع بالكرسي بتاعه على قضبان المترو، وواحد من الركاب جري علشان ينقذه قبل القطر ما يوصل. أما العامل ده فنزل في المصرف علشان ينقذ كلب بيغرق. وصاحب محل الأحذية ده شاف ست فقيرة بتبص على الصنادل في الفاترينا، فدخلها المحل وقال لها تختار الصندل اللي يعجبها بدون مقابل. ودي منظمة في ماليزيا وفرت المشاية دي للأطفال فاقد البصر علشان يقدروا يجروا زي زمايلهم من غير ما يتعرضوا للخطر. قلنا في التعليقات أكتر موقف عجبك فيهم.